ابني وين رفاقك؟ شايف ما في حدا؟ ما في حدا برا؟ ما في حدا منو؟ انت ما عزمت كل شباب الحارة؟ اي والله يا ابي عزمتهم كلهم. يا باطل مين بده ياخذك الحمام؟ شلون بدك تروح وتيجي بالعراضة؟ لكن هي اختك وابنها ما خلت حدا يجي لعنا. ولك يا حرمة قيمك من اختي وابنها شو دخلهم بهالقصة؟ يا ابي بجوز راحوا لعن نصري. نصري؟ شو بدهم يروحوا يعملوا عند نصري؟ ما نصري كمان عرس اليوم يا ابي. هلا شباب الحارة بدهم يتركونا ويروحوا لعن نصري؟ ليش مين هو نصري لحتى شباب الحارة يفضلوا عليك؟ لا لا القصة فيها إنا. وشلون نصري بيعمل عرسه اليوم؟ ليش انت مالك قايل له انه اليوم عرسه؟ والله ما بعرف يا ابي، شو بعرفني؟ والعقيد ابو ادهم عزمته؟ اي والله يا ابي، هو كل شباب الحارة، بس هذا نصري مو بكون اجيره للعقيد، فبجوز ما قدر يتركه ويجي لعنا. لا حول ولا قوة الا بالله، شو المصيبة هاي؟ وشو العمل هلا؟ صلوا على محمد مقبول العين وعالي له بصره. نصري وابنها صار لهم طنة ورنة وصارت العالم تروح لعندهم. اهن كانوا يشحدوا لقمتهم من العالم، ان احنا مفضلين عليهم وعلي خلفوهم. لازم نروح شوف العقيدة ابو ادهم، خلي لاقي حل المشكلة. كرمالك يا عيوني، كرمالك تقبريني، يبعت لي حم عليكي ولي على قامتي. يا ريتني مت يا عمتي ولا شفتك عم تبكي بيوم عرسك. تقبريني خلص، مسحي دموعك، ما بدنا حدا يشتلق علينا. الله يرضى عليكي. بايا دير بايا دير بايا دير بايا دير بايا دير بايا دير بايا